هناك قد تكون مغايرة ما بين يعني تشكيل المجلسين، أداة التشكيل. هناك المجلس الوطني، عفواً مجلس النواب يأتي من خلال الانتخاب، بينما المجلس الشورى يأتي من خلال التعيين، وبالتالي هناك مغايرة. لكن هل هناك مغايرة في الاختصاص؟ هل هناك مغايرة في الدور؟ إذا نظرنا إلى 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 دور المجلس، يعني كل المجالس البرلمانية في العالم لها دورين، يا دور تشريعي يا دور رقابي، وبالتالي المشرع يعني أعطى صلاحية تشريعية كاملة لمجلس الشورى مساوية للصلاحية التشريع لدى مجلس النواب، وأضاف عليها أيضا صلاحية وتعتبر أداة من أدوات الرقابة، وهي حق السؤال. وعودة حق السؤال أنا أعتقد أيضا لمجلس الشورى كان يعني خطوة جدا إيجابية، لأن من خلال أداة السؤال ممكن للمشرع أن يبلور معطيات معينة، يعني من خلال إجابة السلطة التنفيذية لإعكاسها من خلال التشريعات. الإشكالية اللي تكون سمك الله وين؟ البعض يرى أن مجلس النواب في طروحاته، في تعاطيه، في قراراته قد يعني يعطي تقدير كبير للأداء التي وصلته، وهو المجتمع أو الناس، بينما يرى البعض أن هذه الأريحية لا توجد عند أعضاء مجلس النواب. وخلني أرجع، الأريحية في مسألة التعاطي بمعنى آخر، هو يفترض يعني مثل ما قال الدكتور في البداية، أنه يفترض أن ممثل مجلس النواب وممثل مجلس الشورى يمثلون الشعب، وذات القسم اللي قسموا عليه الأعضاء اللي بالمجلسين هو ذات القسم، وبالتالي هناك يفترض أن تكون ذات الأولويات، لا تكون هناك في أولوية يعني مداهنة أو مدغرغة للشاعر، عفوا للشارع، بينما مجلس الشورى يعني يعطي اعتبار للسلطة التي تم من خلال تعيينها. أنا أعتقد أن يعني ذي الطرح قد يكون واقعي، ولكن حقيقة الدستور والميثاق ساوى ما بين يعني أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس النواب في أنهم يمثلون الوطن ويمثلون ويحققون مصلحة الناس ومصلحة المواطن. اليوم ترى مطالب يعني أعضاء مجلس الشورى أنهم يتواصلون أكثر مع المجتمع لسبب بسيط، أن أحيانا لما يلجؤون للنائب أحيانا يجاملهم ترى في بعض الأمور، لأنه محتاج يعني لأصواتهم يعني كقاعدة انتخابية محتاج لها في المستقبل، بينما عضو مجلس الشورى ترى يعني ما عنده ذات الضغط النفسي هذه، وبالتالي عنده قدرة على الإقناع. يعني اليوم احنا يعني نطالب أعضاء مجلس الشورى يتواصلون للمجتمع يعني لتبرير مواقفهم، لتبرير أمورهم، لتبرير أمور كثيرة خافية عليهم. يعني أنا أقتبس، ما زلت أقتبس الكلمة اللي تفضل بها معالي رئيس مجلس الشورى، أن احنا نرى الصورة أوسع من النواب في بعض الأمور في بعض القضايا.